المركز الدولي للدراسات في بروكسل يفرج عن دراسته الأولى ضمن سلسلة من الدراسات المعمقة والتي تتناول الوضع الداخلي الإيراني والسياسة التوسعية التي تتبناها طهران. الدراسة تشرح تطور الاقتصاد الإيراني منذ سنة 1979 والتدهور الذي لحق به من جراء سياسة الملالي في إيران. كما تناولت الدراسة أيضا وضع الأقليات في الداخل الإيراني التي تعاني من التهميش السياسي والاجتماعي والقمع المستمر لأي حركة احتجاجية تطالب بحقوقها، مثل ما هو الحال مع السكان العرب في إقليم الأحواز. أيضا أن هناك تراجع كبير في معدلات الدخل للمواطن الإيراني. إذا ما اعتبرنا الجمهورية الإسلامية في إيران هي من أغنى دول الشرق الأوسط والعالم بما أنها دولة بترولية، لكن أن خيرات هذا البلد لا تقسم بعدالة في التوزيع، تذهب معظم خيرات هذه البلد لدعم جماعات معظمها متهم بالإرهاب في دول أخرى على حساب المواطن الإيراني. الدراسة تؤكد أن نظام إيران هو نظام هجين يعتمد على ديمقراطية المظهر لمغالطة العالم، لأن السلطة الفعلية كلها مركزة بين يدي ولي الفقيه ولا سلطة تعلو فوق سلطاته حتى وإن كان رئيس الجمهورية، فهو في حقيقة الأمر نظام ديكتاتوري استبدادي، وككل الأنظمة الاستبدادية فهو يعمل على نشر هذا النمط من النظام الهجين لتصديره إلى الخارج، وهذا ما يفسر دعم إيران لكل الحركات الشيعية في الخارج والتي أدت إلى ضرب استقرار العديد من الدول مثل العراق، سوريا، لبنان واليمن. الحرب الوكالة هو تدخل سافر وأقصى أنواع التدخل في شؤون الآخر. إيران تمارس هذا الدور ليس من الآن، منذ عشرات السنين، بداية في لبنان ومرورا بالعراق وسوريا والآن في اليمن ودعم وفي قطاع غزة. نحن في المركز نؤكد على أن إيران لم يكن لديها دور خفي أو دور صحي في التدخل في شؤون الغير، وهذا ما لا يخفيه قادة إيران. الإفراج عن الدراسة تزامن مع تمديد الاتحاد الأوروبي للعقوبات التي يفرضها ضد إيران. المركز سيقوم أيضا بتنظيم ندوة دولية الشهر القادم بمقر البرلمان الأوروبي عنوانها التدخلات الإيرانية في دول الجوار. دراسة تثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن إيران ماضية في سياستها التوسعية وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي. لخطر فرات لقناة الإخبارية من مقر مركز الدراسات بروكسل.